الإنسانية. كلمة أولا كلمة شكر، لا بد من أقول كلمة شكر وامتنان لشبكة جمعية الشمال والرفيقات في النهج الديمقراطي، وأساسا للصديق والرفيق المناضل الوفي للمبادئ وللصداقة العزيز أبو بكر الخملشي الذي تعود صداقتنا النضالية إلى مطلع السبعينات من القرن الماضي. إذن تحية عزيزات وافتخار لك يا أبو بكر. نحن اليوم هنا لإحياء الذكرى 38 لاستشهاد المناضل الفذة سعيد المنوبي التي قتلت عمدا وعن سابق إصرار من طرف النظام المغربي، حيث لفظت أنفاسها الأخيرة يوم 11 دجنبر 1977 بمستشفى ابن رشد بالدار البيضاء. ماتت وهي محاصرة بفيالق من السيمين ومرضى القوات المساعدة المدججين بالأسلحة الأوتوماتيكية، بدلا من أن تكون محاطة بأطباء يعملون على إنقاذها من موت محقق يهددها بعد أزيد من شهر من الإضراب عن الطعام. وبذلك كان موتها نتيجة للإهمال ولعدم إسعافها بالعلاج الضروري وهي تصارع الموت. سعيدة أختي، رفيقتي، حبيبتي على مر الزمن على الدوام، مرة أخرى نلتقي لإحياء ذكرى استشهادك فداء للوطن. لكن مرة أخرى أكرر اللازمة المعهودة، ماذا عساي أقول في حقك غير ذكر مناقبك التي يعلمها الأعداء قبل الأصدقاء. على مر السنين أقترب منك أكثر وأعود إلى السنوات التي جمعتنا، إلى براءة طفولتنا وسنوات النضال المرير. لكن كلما طلب مني كتابة أو إلقاء كلمة في حقك تتصارع وتتصادم أفكاري، وأجد نفسي عاجزة عن التعبير عن كل ما يختلج في قلبي وعقلي. سعيدة المناضلة الفذة والصادقة، سعيدة الأخت الكريمة والوفية، سعيدة المرأة المعطاء والخدومة، سعيدة الوفية للعهد وللأمانة، وسعيدة المناضلة التي صمدت وتحدت رهط الجلادين. عادة أقوم بإعداد كلمة مكتوبة أتلوها على مسامع الحضور في كل مناسبة لإحياء ذكرى استشهاد أختي ورفيقتي سعيدة المنبي. لكن اليوم اخترت أن تتم مشاركتي مع كل الحضور لإحياء هذه الذكرى، ولهذا سأختتم كلامي في هذا الحد، وسأطلب من الحضور أن يقول هو كذلك كلمته في حق سعيدة، الجميع يعرفها. وإذا كانت هناك أسئلة حولها وحول استشهادها وحول حياتها النضالية وحول طفولتها، فنحن الاثنان مستعدات للجواب عنها. كذلك هناك شيء، أننا الآن فرحات، لا أنا ولا أختي بهية، فرحات جدا بأن بناتنا يتذكرنا سعيدة ربما أكثر منا تميزا وأكثر منا حضورا. وبالمناسبة لقد كتبت سعيدة بنت أختي بهية وزوجها عدنان بن خلدون كلمة في حق سعيدة بمناسبة 11 دجنبر يوم استشهادها. كذلك كتبت فدوى لودي ابنتي وابنة عزيز لودي كلمة، وهذا افتخار واعتزاز لنا نحن الاثنين أن تكون بناتنا تابعة لهذه المسيرة في حق وطننا. وشكراً.